حبيبة قلبي وحشاني يا روحي. وانت كمان وحشاني قوي ووحشتني القعدة معاكي. هنعمل ايه بقى؟ ان شاء الله هنتقابل قريب يا حبيبتي. ان شاء الله. ايه اخبار البلوفر اللي كنت بتعمليه من شهرين؟ يا ترى خلصتيه ولا لسه؟ يوه من بدري، والواد امجد حفيدي لبسه وعليه زي الفل. ما اقولكيش بقى انت يا ولا يا شقي. الا قوليلي انت كويسه؟ اه يا حبيبتي مالي، ده انا زي القمر اهو زي الفل. اصل شايفاكي يعني زايده شويتين ثلاثه. القعده والحظر انت عارفه بقى. لا بس مش بالشكل ده يا حبيبتي، ده كتير قوي. لا ما تقفريش بقى، انا ماشيه على نظام اكل صارم. طب خلاص خلاص ما تزعليش، انا ما اقصدش ازعلك. لا معلش، انا محدش يشكك في كلامي، انا عامله اقصى مراحل الضبط النفسي. حتى شوفي صادقه يا حبيبتي صادقه. الا قوليلي شفتي الافكت الجديد اللي عشت؟ ايه ده؟ فين ده؟ استنى هوريهولك. ايه رايك بقى؟ ايه ده انت عملتيها ازاي دي؟ انا ما عنديش حاجه زي كده. انتي معايا؟ ايه ده؟ قفلت السكه في وشي ليه؟ هي شافت ايه ولا عملت ايه؟ ايه ده؟ مين اللي بعت لي فويس مسج؟ من النهارده ما بقتش محتاج تحور، عشان انت اصلا مش هتحتاج من تاني للدايت وتعبه، لان دلوقتي تقدر تغير حياتك وشكلك ووزنك في وقت قياسي عن طريق عملية من عمليات السمنة مع دكتور محمد ضياء سرحان، أستاذ جراحات السمنة بالقصر العيني، واللي ليه أكتر من 15,000 عملية ناجحة، يعني أعلى نسبة أمان ممكنة. غير حياتك وبلاش تحوير.